إذا هذا المعرض عشرة الحمد لله القطاع ديال النخيل قطاع متميز هذه السنة، إنتاج اللي هو جد إيجابي، 41% ديال الزيادة ديال الإنتاج ديال التمور. كذلك هذه السنة يمكن نقولوا بأنه وصلنا لابلونتاسيون يعني الغرس ديال 3 مليون ديال النخيل اللي هما تبلونتا واللي هما كنا قدمناهم صاحب جلالة هنا في مدينة أفود بأنه كان البرنامج ديال 3 مليون، الحمد لله وصلنا ليه في 2019 يعني سنة قبل ما ينتهي المخطط المغربي الأخضر. 63 ألف هكتار اللي مغوصة عوض 47 ألف نهار اللي كانت الأول، لا كاباسيتي ديال يعني التخزين والتبريد هي 25 ألف على 30 ألف اللي كاينة في المخطط المغربي الأخضر. 2022 إن شاء الله غادي يكون منتوج غادي يعرف واحد يعني زيادة اللي هي كبيرة، لأن كتعرفوا بأن النخل اللي كيتغرس خصو واحد 7 سنين باش يعطي المنتوج ديالو. إذا أبارتير ابتداء من 2021 2022 إن شاء الله غادي نشوفوا بأنه الإنتاج ديالنا غادي يزيد إلى الأمام. وشكرا.